عسلامة. اليوم مش نحكيه على شكون هي النهضة. نحاول نكون ملخص لأكثر شيء ممكن. قبل ما نحكيه عن النهضة لازمنا نحكيه عن الحركة الإسلامية، وقبل ما نحكيه على الحركة الإسلامية لازمنا نحكيه على تاريخ ظهور الحركة الإسلامية. أول ظهور للحركة الإسلامية في التاريخ هم الأنصار في المدينة، وقد تم القضاء عليهم كليا. ثم ظهرت معارضة أخرى لكن غير مهمة، واتهموا بالردة وتم القضاء عليهم. أما الحركة الإسلامية المعارضة للحكومة السنية ظهرت مع الشيعة وامتدت على مدى التاريخ الإسلامي، وانقسمت إلى عدة أقسام، ولكن كانت أهدافها إسقاط الخلافة الإسلامية. أما أول حركة سنية ظهرت في التاريخ ضد الحكم السني هي الحركة الحنبلية، اللي من بعد اتطورت مع ابن تيمية وظهرت ما يسمى بالحركة السلفية، التي اتهمت الحكومة السنية انها لا تحكم بما انزل الله. ويعرف كثير ان الحركة السلفية عندما ظهرت، اول ما ظهرت بدأ العالم الاسلامي يتأخر الى ان وصل الى ما وصل اليه اليوم. اما تاريخ الحركات الإسلامية حديثا فهي ظهرت قبل سقوط الإمبراطورية العثمانية، وظهروا مدين: المد الشيعي بالعراق وإيران، والمد السني بالتجديد في الفكر السلفي بظهور الوهابية. هذوما الزوز جاءوا ودعموا سقوط الخلافة العثمانية، لكن كل واحد عنده السبب متاعه. المد الشيعي كان رفضه للخلافة العثمانية لأسباب دينية لأنه سني، بينما السنة كان وخاصة السلفية كان رفضها للخلافة العثمانية لأسباب قومية لأنهم غير عرب. منحبش ندخل في الديتاي، معناتها نحاول باش نلخص اكثر شيء ممكن. اذا الحركات القويه اللي ظهرت الاسلاميه الكبيره هي السلفيه والشيعة، واللي تسببوا في سقوط الخلافه العثمانيه بدعمهم للغرب بطريقه مباشره مثل السلفيه، او بطريقه غير مباشره والبقاء على حياد كالمد الشيعي. في الفترة هذيك وقع ان ظهر فكر ما يسمى تنويري، لا هو شيعي ولا هو سني، رغم اللي كل واحد يقول اللي هو هذاك المد ينتمي اليه. ظهر بجمال الدين الافغاني، ومن بعد تطور في الازهر وظهرت ما يسمى بالاخوان المسلمين. لو نرجعوا لتاريخ إخوان المسلمين لاحظوا أنهم مستقلين نوعيا عن السلفية وعن الشيعة، ولكن هما مزج من بين الشيعة، التفكير الشيعي والتفكير السلفي. من هنا نفهم أن حركة الإخوان المسلمين هي حركة مزدوجة، والنهضة نجم نقوله تنبع من فكر الإخوان المسلمين اللي هي بدورها حركة مزدوجة. وعندما نقول مزدوجة يعني فما أشخاص يميلوا للفكر الشيعي، وفما أشخاص يميلوا أكثر للفكر السني السلفي. من هنا نفهموا الصراعات اللي موجودة الآن على الساحة الإسلامية، ونفهموا بالكدا علاش كل هذه الاختلافات، ونكملوا نفسروا في المرة الجاية شنية هذه الاختلافات وشنية هذه الأسباب
وشنو هو الفرق من دين الإخوان والسلفيين والشيعة وبالسلام.